أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، ونستمر خلاله في متابعة المشهد في قطاع غزة بعد مرور 100 يوم لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي. ولكن في هذه الساعة الثانية سنركز على تداعيات هذا العدوان على الداخل الصهيوني والداخل الأمريكي أيضا. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لن تنهي الحرب في غزة بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا، وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل وفق قوله. وكتب نتنياهو في تغريدة على منصة إكس التالي، وأنا أقتبس مما ذكر: سنستمر في الحرب لتحقيق أهدافنا، لا محكمة لاهاي ولا محور الشر سيوقفنا، محكمة لاهاي حضيض أخلاقي في تاريخ الأمم، يا للوقاحة يا للعار، وفق تعبيره. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن وزير الدفاع يؤاف جالانت غادر اجتماع مجلس الوزراء الحرب جراء منع مدير مكتبه من الحضور وسط تزايد للتوتر داخل المجلس. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن التوترات داخل مجلس الوزراء الحرب تتزايد، حيث غادر جالانت المناقشة الوزارية مساء أمس بسبب عدم الموافقة على إلقاء مدير مكتبه. وفي السياق ذاته ذكرت القناة 13 الخاصة أن وزير الدفاع طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التشويش على عمله داخل الحكومة. في الأثناء تظاهر آلاف الإسرائيليين في وقت متأخر أمس في تل أبيب مطالبين بإطلاق المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشية مرور 100 يوم على احتجازهم، بينما طالب آخرون بإنهاء الاحتلال وإيقاف الحرب. حملت الحشود لافتة ضخمة كتب عليها عبارة والعالم يبقى صامتا، وهتفوا بضرورة إطلاق سراح الرهائن الآن الآن الآن. كما تجمع نحو 100 شخص بشكل منفصل للمطالبة بإنهاء الحرب، ولوحوا بلافتات كتب عليها الانتقام ليس نصرا ولا للاحتلال. في الولايات المتحدة ومع دخول حرب غزة يومها 100، كشف مسؤول أمريكي أن صبر الرئيس جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ ينفد. وقال الموقع أكسيوس أن بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ أكثر من 20 يوم. كما أضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض معظم طلبات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن الحرب في غزة. كذلك أردف المسؤول الأمريكي أن بايدن محبط بسبب عدم رغبة نتنياهو أي مناقشة أو مناقشة وضع غزة بعد الحرب بجدية. وأوضح أن بايدن يعتقد أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لإدخال المساعدات إلى القطاع. كما أكد أن الرئيس الأمريكي غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب رفضه الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية. كذلك ختم المسؤول قائلا إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نتنياهو أنه يستحيل تنفيذ خطة إسرائيل لغزة بعد الحرب. والخلافات قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عدد من النقاط حول غزة، منها مستقبل القطاع وحماية المدنيين وأموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية التي تضمنتها اتفاقية أوسلو ومرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة. نتنياهو إذن يركب رأسه ويقول: لن يوقفنا أحد في غزة، لا لهاي ولا ما أطلق عليه محور الشر كما أسماه. موقع أكسيوس الإخباري يقول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يشعر بالإحباط من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد رفض الأخير معظم طلبات الإدارة الأمريكية بشأن الحرب على غزة. العدوان على غزة إذن في يومه 100 بين عناد نتنياهو وشعور الإدارة الأمريكية بالتورط والإحباط. إلى أين برأيكم سينتهي هذا العدوان بكلا الحكومتين، حكومة الاحتلال في تل أبيب وحكومة داعم الاحتلال في واشنطن، ونتحدث عن بايدن ومصير حزبه في الانتخابات المقبلة؟ طيب، سيكون معنا بعد قليل الدكتور سعد نمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت من رام الله، وفي وقت لاحق من هذه الساعة سينضم إلينا أيضا الدكتور نصير العمري الخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن. نبدأ بجمهورنا، ولكن يريد دائما الاختصار يا جماعة حتى نستفيد من الوقت. عبد الله مساء الخير. سيد صالح ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بك. يعني استسمحك عذرا سيد صالح، دعنا بكل برودة الدم وبكل براغماتية وبدون غش وبدون مواربة ونفاق سياسي، دعنا نقيم الأمور حق تقييمها. يعني الآن أنا أستطيع أن أفقأكم خطبة عصباتا تنشق لها الجبال،
وخطاب ثوري يقيم الموتى من قبورهم. يعني وهذا لن ينفعنا، يجب أن نصارح وأن نكاشف أنفسنا ما الذي علينا وما الذي علينا وإلينا. يعني هل كانت غزة قبل 7 أكتوبر، يعني هل كانت غزة قابلة للحياة؟ لا لا أيها السادة، غزة هي أكبر سجن يعني في سماء مفتوحة لأكبر تجمع بشري في العالم. حتى النسق الديمغرافي لا مسدود، وكانت ستأتي إلى إلى يعني إلى مرحلة ما لا يمكن الحياة بها. يعني ما جنته بين معقفين من أصحاب التنظير الخونة المرتدين المرجفين هؤلاء الذين يقولون وش أنت إيش دخلكم، ما كنتوا في حالكم، ما كنتوا عايشين. لم يكونوا عايشين ولم يكونوا في حالهم، كانوا محاصرين ولا أفق لهم ولا مستقبل لهم. يعني سيد صالح، غزة 85% من غزة تدمرت، فقط لانتشال الأنقاض ما بين 5 أو 7 سنوات. يجب أن يكون لهم أكبر مصنع في العالم لرسكلة الخرسانة المسلحة وبقايا المباني. يجب يكون لهم أكبر ميناء في العالم حتى تستطيع البواخر أن تجلب مواد البناء. يجب أن يعني ميناء غزة دمر بالكامل. البيولوجيون يقولون بأن بحر غزة شبه دمر. حتى تستطيع أن ينبت سمكا وتعود في الحياة البيولوجية يلزم يرتاح أقل شيء 12 سنة. يعني الخراب، والخراب هذا ليست للمقاومة هي المتسبب فيه. المتسبب في كل هذا الخراب والدمار حوالي $1 تريليون لإعادة أعمار غزة، لأن غزة ليست مبنية كدول العالم، غزة كلها عماير. طيب. كلها عماير غزة. كل هذا هو سبب انحسار الأنظمة الخائنة العميلة، أنظمة دول التوخ والأنظمة السياسية المتصهنة. نواتير سايسبيكو هم سبب الخراب والدمار. هؤلاء الذين يعني يمتلكون الرصاصة الأخيرة والمرور إلى إيلات ورأفة الهجان وسنرد في المكان المناسب والصهيوني والصهيونية الأنظمة. طيب باختصار عبد الله، رجاء باختصار أعطيني الأخي الآخر، آخر ما أود قوله دعنا من المواربة ومن الكذب. يجب أن تتحول هذه الحرب علي وعلى أعدائي. هذا هو السيناريو الأخير، هذا هو المخرج حتى للشعوب العربية. يجب أن تتحول إلى حرب إقليمية ومن ثم إلى حرب عالمية تأكل الجميع وتدمر. شكرا لك عبد الله، أشكرك وجهة نظرك. شكرا لك عبد الله من فرنسا. عبد المالك من فرنسا. السلام عليكم يا أخي. أنا واحد الأخ قال لي بأني أخاف على هذه القناة ما جرى إلى اللي حدث في شارلي أبدو التي تم قتل 10 صحفيين. لماذا؟ وهو في إنجلترا. قلت له لماذا يا أخي؟ قال لي يا أخي كلما تدخلت أنت في هذه القناة يقطعوك. قلت له هذا عمل إجرامي، فأرجو من هذه القناة باش تعود تخليني أتكلم يا أخي. كاين عباد راهم ذو بأس شديد، حتى إنسان عنده 2 كلمات ما يقولهمش. حادثة شارلي أبدو سوف تصرى عندكم إذا لو كان ما تخليوش العباد يتصلوا. يا صديقي أنت عندك دقيقة الآن تتكلم، لم تقل مداخلتك، لم نقطعك ولم نقطع غيرك، تفضل أعطيني مداخلتك وأهلا وسهلا، تفضل. قطعتني كم من مرة يا أخي، وهذه تسمى القناة سوف يسرى لها ما سرى. بلى إذا احترم وقتي يا أخي، أنا عندي 2 دقائق أقول أريد أن أعاود غزة. لا عزيزي المداخلة أقل من دقيقة، تفضل إذا كان بطلوني. الآن مر نصف دقيقة أصلا، تفضل كمل باقي دقيقة، تفضل. يا أخي أنا أعطيتك واحد الفكرة، هذه كان خطرة قلت لك لازمنا نعاونوا غزة، غزة كما نعاونها التضامن بالأموال. الأموال قلت لي نحن قناة يا أخي، أنتم تجيبوا أخ عدنان يجيب مؤسسة خيرية باش الناس كل هنا يتلم الدراهم. وش فيها يا أخي تقول لي قناة احنا عندنا تما 2200 مسجد هنايا، جيبونا إنسان تما باش يلم هذه رؤساء الجمعيات هذه، وعندكم خونا أثناء اللي يجيبوه كل عام يجيب الدراهم، جيبوه هنا باش نعاونوا أهلنا غزة، مش نبقاو غير أو قال الإمريكي قال الصهيوني قال هذاك، وإحنا قاعدين نتفرجوا وأختنا وأبونا يموت في غزة، ويجي تسمى تجي وتقطع لي أنا في 2 كلمات يا أخي. احذر 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 مني يا أخي. عبد الرزاق عندما يتصل عنده 2 دقائق خليوه ولا تروحوا بكم بالقناة هذه. السلام عليكم. قلت كل ما لديك،
وشتمت كما شئت. تفضل، شكرا لك. صالح من فرنسا. السلام عليكم سي صالح. وعليك السلام. باختصار لأن ضيفنا ينتظر يا صالح، الله يبارك فيك. قص وقت ما تحب، نتكلم كلمتين كان تحب ولا قص من الاول، ما فهمش حتى مشكلة. لكن ديما حاطين الرقم نتاعي سو كنترول عندكم، ما تهزوا كان على الناس اللي تعرفوهم. والسلام عليكم. الله أكبر. الجمهور اليوم يتباكى يا جماعة الخير، والله لا نميز بين هذا وذاك، ولا عندنا مشكلة ضدك ولا ضد غيرك. تفضلوا يا أخي، تفضلوا. غزة تستباح وأنتم تتباكون على 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 مداخلة في هاتف. تفضل يا رجل، قل ما تراه. تفضل يا عزيزي، تفضل. عندي مشكلة معاك، يعني أنا أعرفك صالح، قابلتك يوما ما، يعني الآن الضيف يستمع وأنا أناقشك في هذا بهذا المنطق. تفضل عزيزي لو سمحت. تفضل. يا أخ صالح، أنا لا أنت قابلتني ولا أنا نعرفك. طيب المداخلة يا سيدي، آسف. تفضل المداخلة. وماكش أنت اللي لا بالكنترول بتاع التليفون. تليفوني أنا مراقب من عندكم عنده مدة، وأنا دائما نطلب بالشهر باش تحصل عليك مرة. إذا السيد هذا مواصل كما كان، معاش نطلب مداخلتي أنا حاجة برك يا صالح. أنا من يدير هذا البرنامج، وأنا لا أمنع أحد ولا أحد من الزملاء يمنعك أيضا. تفضل عزيزي، أسمعني صوتك يهديك الوقت يمر، وإخواننا في غزة يبادون وإحنا عاملين مشكلة على اتصال. تفضل. لا لا لا، بالعكس احنا لا عاملين لا مشكله مع لا اتصال ولا حتى شيء. اولا انا حبيت نتداخل في حاجه صغيره برشا. مش عندما نستمع ان بايدن مقاطع بنيامين نتنياهو، هل العمليات هذه والسينما وعندهم مشاكل ما بيناتهم؟ لا لا لا، لا نؤمن بهذا. سي صالح، بايدن هذا اللي مقاطع باعث من أحدث الغواصات ومن أحدث السفن الحربية، وآخر الصواريخ هو التوماهوك، وآخر صيحة في التوماهوك، وباعث حامل الطائرات إيزنهاور، باعث عليه برنبيكي، باعث عليه لسويس كارني، باعث عليه ليبون، باعث عليه ليميسون، باعث عليها الغواصة رقم واحد في الصنع الأمريكي هي فلوريدا. هل من الممكن هذا السيد مقاطع إسرائيل وضد إسرائيل وعنده مشاكل مع بنيامين نتنياهو ويبعث آخر أنواع الأسلحة اللي موجودة؟ أخذ قاعدة في جيبوتي واسمها، وهذه القاعدة اللي في جيبوتي ليمونية متاع فرنسا، لأن العمليات العسكرية اللي تقوم بها الطائرات البريطانية يورو فايتر تيفون، هل الطائرات هذا لن تقطع بالبلان تاع الكوريزان بتاعها أكثر من 1100 كيلومتر، تزودها طائرات أخرى ثلاثة مرات باش تخلط لليمن، يعني 2432 كيلومتر. هذه العملية تنجم من غدوة فرنسا. بريطانيا لن تشارك ابدا، اما امريكا اللي خذات هذا بالقرب 532 كيلومتر. طيب. تنجم تواصل العمل نتاعها ضد شكرا شكرا لك صالح، واعذرني طبعا لان ضيفنا ينتظر. شكرا لك على كل حال على المداخله. نرحب بالدكتور سعد نمر، استاذ العلوم السياسيه في جامعه بيرزيت، ينضم الينا من رام الله. دكتور نمر، مساء الخير. نتنياهو يبدو يعني يغرد خارج السرب إنجاز القول في داخل يعني إطاره الحكومي، يقول سنستمر في الحرب ولن توقفنا لا لاهاي ولا محور الشر. هل الجبهة الداخلية مهيئة لهذا الاستمرار في هذا العدوان بنظرك، وأنت أدرى ب يعني إشكاليات وتصدعات الحكومة الصهيونية والداخل الإسرائيلي؟ مساء الخير لك أخي صالح ولكافة الإخوة المشاهدين. يعني واضح أن التصدع هذا الذي تتكلم عنه أصبح الآن يعني واقعا حقيقيا في داخل دولة الكيان، وأصبح هناك يعني بالأمس واليوم حتى هذا المساء كان هناك تظاهرات كبيرة جدا وهي تطالب باستقالة الحكومة، وهذه قضية غير مسبوقة بالمطلق في أي حكومة للإسرائيليين
أثناء الحرب، أثناء الحرب أن تخرج مظاهرات وتطالب باستقالة الحكومة. المعارضة أيضا صرحت بشكل واضح وصريح بأنه يجب أن يكون هناك انتخابات مبكرة بأسرع وقت ممكن، وأن هذه الحكومة لم تعد قادرة على إدارة الحرب. نتنياهو، ونحن ندرك ذلك جيدا وقلناها أكثر من مرة، أنه لديه جنون عظمة وهو يريد الاستمرار في الحكم، وطالما أن هذه الحرب مستمرة هو سيستمر في وجوده كرئيس للوزراء. في اللحظة التي تنتهي فيها الحرب ستنتهي فيها وظيفته كسياسي بشكل عام، وسينتهي به المطاف إلى السجن بسبب ملفات الفساد المرفوعة ضده. لذلك هو يحاول إطالة أمد الحرب قدر الإمكان، آملا أن يحصل على أي انتصار حتى لو كان وهميا، أي انتصار يسوقه للساحة الإسرائيلية كانتصار، حتى لو تمكن من إخراج أسير واحد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وهو ما لم يستطعه بعد 100 يوم من هذا العدوان. وأصبح الآن العالم كله في إسرائيل، أصبحت الآن الصحافة والإعلام يناقشون هذه المسائل ويناقشونها بشكل مفتوح، أنه يجب إيقاف هذه الحرب وأنه لن ينتصر على حماس، لن يستطيع إخراج أو إيقاف المقاومة الفلسطينية في غزة، ولن يستطيع تحرير أي من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، وبالتالي يعني لماذا تطيل هذه الحرب؟ أنت فشلت وكان معك 100 يوم كامل لإثبات ذلك ولم تستطع. لذلك البعض الآن بدأت تعلو بعض الأصوات، وإن كانت حتى الآن ليست بالقدر الكبير التي تقول يجب إيقاف الحرب. طيب دكتور نمر، وهنا أختم معك، يعني في ظل هذه الخسائر التي تتناولها وسائل الإعلام إما إسرائيلية أو أجنبية، خسائر كبيرة، أمراض نفسية، أوضاع اقتصادية مزرية، يعني فرار السياح، وضع اقتصادي يعني ربما غير مسبوق داخل كيان الاحتلال، تصدع داخل الحكومة، مع كل هذا نتنياهو مصر على استمرار الحرب، هل هي مكابرة وعناد؟ وماذا بالفعل لو استمرت الحرب لأسابيع أخرى؟ ماذا ترى من مستقبل لهذه الحكومة وهذا الداخل الإسرائيلي على المستوى الاقتصادي تحديدا؟ يعني هذا على الداخل الإسرائيلي وتحديدا في الجانب الاقتصادي، هناك يعني وضع اقتصادي جدا سيء الآن، وستعاني منه إسرائيل حتى لسنوات قادمة، أو كما يقول بعض المحللين الإسرائيليين أن هذه تداعيات الحرب سنعاني منها لأجيال قادمة. حتى على الصعيد الاقتصادي علينا أن نذكر أن تكلفة المعارك كانت كبيرة جدا، هذا لم نحسب أيضا التدمير الذي يحصل داخل الجيش. يعني أنا أتحدث عن تقريبا ما يزيد عن نصف المدرعات الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية تم تحييدها وتم إصابتها، وهذا تكلفة كبيرة. نحن نتكلم الآن عن التكلفة الجارية للحرب والتي أصبحت في غير يعني متناولهم. والآن الكنيست يناقش في الأيام القادمة قضية الموازنة للعام القادم، ونتنياهو يطالب بأن يكون جزء كبير جدا من هذه الموازنة للجيش ولدعم الحرب، لأنه ما زال يصر على ذلك. من جانب آخر، نحن نتحدث عن 100 يوم من تعطيل تام لكافة مرافق الاقتصادية تقريبا في إسرائيل. نحن نتحدث عن شمال فلسطين المحتلة الذين هجروا من هناك، والعدد يفوق 100,000 من المهجرين المستوطنين في مستوطنات الشمال. كذلك الأمر نتحدث عن عدد أكبر أيضا الذين هجروا من الجنوب من غلاف غزة نحو الوسط، وهذه تكلفة كبيرة جدا، ليس فقط لاستضافتهم في الفنادق، بل من أجل أيضا أنهم تركوا وراءهم المزارع والمصانع وكل الأمور. أضف إلى ذلك هناك ما يزيد عن 360,000 مجند الذين استدعوا من الاحتياط وتركوا وظائفهم وتركوا أعمالهم والتحقوا بالجيش. أضف إلى ذلك هناك ما يقارب 500,000 إسرائيلي الذين هجروا البلاد مباشرة عند بدء الحرب. فنحن نتحدث إذن عن يعني
القوى العاملة في إسرائيل أيضا انضربت، وهذا يضرب مع الاقتصاد. الآن يتحدثون عن أنهم يحتاجون حتى للخضار والفواكه من باستيرادها من الخارج، وهذا تكلفة كبيرة جدا. أضف إلى ذلك أن الآن النقل لإسرائيل تضاعفت أسعاره بشكل كبير جدا بسبب إغلاق باب المندب، وبالتالي التداعيات الاقتصادية كبيرة جدا على الاقتصاد الإسرائيلي، ولا سيما في الصناعات الحساسة، صناعات التكنولوجيا. نعم. التي معظم من يعملون بها الآن التحقوا في الجيش، وبالتالي هناك يعني تداعيات كبيرة جدا. هذا سيكون عامل ضغط على إسرائيل، وأنا أعتقد أن قرار المحكمة إذا ما خرج القرار الطارئ بإيقاف هذه الحرب، هذا سيكون أيضا له تداعيات، وهذا يعني أن المحكمة قد قبلت بما قدمته جنوب إفريقيا، وبالتالي ستستمر بالعملية، وقد يكون هناك بعد قد يكون سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر إدانة لإسرائيل بالإبادة الجماعية. وإذا ما حصل ذلك سيكون أيضا على أمريكا تبعات وعلى بريطانيا تبعات، لأنهم كانوا هم مشاركين في هذه الحرب بشكل أو بآخر ودعموها حتى النهاية، وبالتالي الأمريكان الآن في موقف محرج جدا ويريدون إيقاف الحرب بأي شكل من الأشكال. الدكتور سعد نمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، من رام الله نشكرك جزيل الشكر. أعود للجمهور، معنا علاء الدين من أمريكا، مساء الخير. علاء الدين صالح، يا اهلا بك علاء الدين. تبدو الإدارة الأمريكية ايضا في ورطة بدورها، يعني هذا العدوان الذي دعمته بالسلاح وبالمال وبالفيتو وربما بالرجال في الميدان، الآن يبدو سينقلب السحر على الساحر انجاز القول. هذا العدوان الإجرامي زاد من توريط إدارة بايدن، اليس كذلك؟ نعم سيدي، وتصديقا لكلامك، 6 من النواب الأمريكان اللي من الديانة اليهودية استدعوا السفير الإسرائيلي وحملوا رسالة شديدة اللهجة إنه يا بروح نتنياهو والاثنين الإرهابيين اللي في الحكومة المتطرفين لازم يطلعوا، لأنه ما ظل عنا كذب نكذب على الناس. تصور لوين؟ والله على ما أقول شهيد، هاي نزل التسريبات إنه ما ظل عنا كذب نكذبوا على الناس. هذول الاثنين لازم يطلعوا ونتنياهو لازم يستقيل، وإحنا بالكاد أقنعنا بايدن عشان يوقف معاكم، لأنه بايدن أساسا من أيام أوباما وهم عندهم مشكلة مع نتنياهو. فأنا الوحيد يعني الصراحة أنا اللي أفتقده قناة إعلامية ناطقة بالإنجليزية لشمال أمريكا، والفرصة مواتية، لأنه في الزمانات كانت الجزيرة أمريكا كانوا مجموعة من أصدقاء الأمريكان بيض، لا هم مسلمين ولا عرب، شاهدوا ما كان يحدث في غزة. طب برأيك الكبير. نعم، برأيك علاء الدين الآن الإدارة الأمريكية ستدفع باتجاه وقف العدوان أم ستبقى يعني مرتبكة وربما لن تفرض شروطها على 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 نتنياهو وحكومته؟ يعني هو هلا بايدن في وضع سيء جدا جدا. ليش؟ لأنه الحملة الانتخابية تبعته بدأت وراح تقوى بعد الكاكس اللي راح يصير. فأنا بعطيها أسبوع أسبوعين 3 أسابيع ماكسيمم لازم يوجدوا حل، لأنه كل وين ما بروح المتظاهرين خلفه يا قاتل الأطفال أوقف الحرب. طيب يعني معقول الآن نتنياهو بايدن هذا الذي استخدم الفيتو ودعم بالمال ودعم بالسلاح وركض إلى تل أبيب، الآن عنده 10 أيام لا يتحدث مع نتنياهو، يعني معقولا نصدق هذا الكلام؟ نعم مزبوط، لأنه هو بايدن لأنه زعلان والأخ نتنياهو. طيب ما دام زعلان ليش تدعم نتنياهو؟ يعني ما دام أنت زعلان وماخذ من خاطرك تدعم فيه ليش؟ يعني أيضا بايدن يبدو ساذج وغبي كما يقول البعض. ما هو يا صالح هذا الصهيوني إلى النخاع، هو ما بدعم نتنياهو شخصيا، هو خوفه على القاعدة المتقدمة في قلب الشرق الأوسط، خوفه عليها. إذن لماذا الغضب من نتنياهو؟ لأنه لم يحسن إدارة الحرب أم ماذا بالضبط؟ بالضبط، رحم الله والديك، لأنه لا يأخذ التعليمات ويطبقها بالحرف. لأنه بعد 7 أكتوبر نتنياهو وكل الإدارة
وقعوا جلسوا على ركبهم. إذن بالضبط حتى ما تكون الصورة عليهم. حتى تكون الصورة واضحة لجمهورنا، إذن الإدارة الأمريكية وقلقها هو ليس قلق على أرواح الغزيين، لا هو قلق على مصير المعركة وصورتهم بعد الحرب. بالضبط، لأنه العالم كله شاف فشلهم، إنه مجموعة مقاتلين لا يخافون إلا الله وأعتى قوة في العالم مش قادر تسوي إشي. فقالوا لنا نتنياهو النتن إنه خلصنا منها الإحراج، محرجين يا صالح. شكرا لك على الدين. بايدن بنسب عليه. أشكرك على الدين من أمريكا. زينة من ألمانيا مساء الخير. السلام عليكم أستاذ. وعليك السلام ورحمة الله. والله يا أستاذ صالح، يعني الأزمات في الداخل، أنت تسأل أزمات داخل الصهيوني ممزقة ممزقة. مستحيل مستحيل ترجع تتعادل، لا هي ولا مع حتى الإدارة الأمريكية، لأنه الإدارة الأمريكية نفسها واقفة على إجر وحدة، لأنه ما صدقوا أنه بدهم يواجهوا الشعب أو مقاومة كالجبال. لا والله. يعني برأيك زينة، برأيك تداعيات هذا العدوان إذن ستكون وخيمة على الإدارتين الصهيونية والأمريكية في قادم الأيام؟ هذا شيء أكيد. الاثنين ممزقين، والله الاثنين واقعين في الأرض. شكرا لك زينة من ألمانيا. أحد المتصلين يقول بأنه هذا، أبحث فقط عن الرسالة كانت أمامي الآن، يقول بأنه هذا كله من دعاء الغلابة في غزة والضحايا هناك، ودعاء هذه الأمة ربما عادت بالويلات على الإدارة الصهيونية والأمريكية. لكن الحقيقة يجب أن نقر بشيء أيضا، أن صمود أهل غزة مقاومة وشعبا، لأنه هذا الشعب الذي دفع 24 ألف شهيد وهو صامد على أرضه ولا يتزحزح، لم يفر إلى الحدود المصرية هربا وطلبا للجوء ورافعين الرايات البيضاء، لا، شعب غزة بقي على الركام وتحت الركام، سيسجل التاريخ ذلك. بعضنا الآن يتابع هذا المشهد يا جماعة دون أن يدقق. هذا الذي أمامنا صورة لن تتكرر ربما في التاريخ، وصمود المقاومة أيضا. هذا الذي أوصل حكومة نتنياهو ونتنياهو شخصيا إلى هذا القاع، والصورة التي تشوهت لهذا المحتل الكاذب الفاجر الذي كان يسوق نفسه على أنه الديمقراطية الأولى والوحيدة في العالم، وكذلك إدارة بايدن المقبلة على الانتخابات. عبد المجيد من الجزائر مساء الخير. عبد المجيد من الجزائر. يسعد مساك يا سي صالح. يا أهلا بيك، تفضل. يسعد مساك يا سي صالح. أهلا وسهلا بيك. وبيك. والله مشكلة بايدن مع الصهاينة، هم في بعضهم يتبادلون الأخبار ويتبادلون الآراء ويتبادلون الحكايات ما بينهم. بايدن هو الذي أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين، وذلك بتصريح وزير خارجيته الذي جاء إلى إسرائيل ببني صهيون وقابل النتن وقال أنه أنا صهيوني، أنا يهودي. نعم صراحة هم صرحاء، لكن تعرف أننا نحن هم الأذلاء اللي قاعدين يذلوا وقاعدين يتبعوا في الآراء والتصريحات. وش يستناوا؟ ماذا ينتظرون حكام العرب والإسلام؟ شكرا لك، أشكرك عبد المجيد. يوسف من تونس. يوسف، طيب يبدو غدرنا يوسف. نرحب الآن بضيفنا الثاني في هذه الساعة، الدكتور نصير العمري الخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن. دكتور العمري مساء الخير. أهلا، مساء النور. يا أهلا بيك. ما ذكره موقع أكسيوس الحقيقة مثير إلى حد ما. الإدارة الأمريكية تبدو في حالة قلق، في حالة عدم ارتياح، هناك ربما علاقة تبدو شبه متوترة إنجاز القول بين الرئيس بايدن ونتنياهو، لم يتبادلا الحديث لعشرين يوم الآن. ما الذي يجري في العلاقة بين الطرفين، والحال أن الإدارة الأمريكية هي
هي الداعم الرئيسي وربما المشارك في هذا العدوان على غزة. يعني هو ما يحصل إدراك أمريكي بأن أهداف هذه الحرب لا يمكن تحقيقها. القضاء على حماس هو مصطلح فضفاض. ما معنى القضاء على حماس؟ هل هو القضاء على كل عنصر من حماس؟ هذا مستحيل. القضاء على كل مسلح يطلق النار؟ هذا مستحيل. ما معنى القضاء على حماس؟ هل هو إسقاطها سياسيا؟ هل هو إسقاطها من حكم غزة؟ وإن تم إسقاطها فما هو البديل؟ أصبحت هذه الأسئلة هي أسئلة حقيقية بعدما كانت أسئلة نظرية يمكن تأجيلها. اليوم السيد بايدن يبحث عن نهاية سعيدة لهذه الحرب، يقول بأنه أعاد السلام للمنطقة وهم أهل غزة يعودون. طيب في هذا السياق، واعذرني على المقاطعة دكتور العمري، نهاية سعيدة بين ظفرين لهذه الحرب، ما هي أو هل تسرب رؤية أمريكية في هذا السياق؟ ماذا تريد الإدارة الأمريكية؟ هل هي راغبة في إنهاء الحرب فوراً؟ أم أنها تريد تحقيق إنجاز ما بين ظفرين للمحتل الصهيوني ثم بعدها تتوقف الحرب؟ ماذا تريد الإدارة الأمريكية حتى نعلم فقط؟ الإدارة الأمريكية كانت تأمل في الشهر الماضي عندما منحت الحكومة الإسرائيلية بعض الوقت شهر، قالوا لهم معكم شهر، الشهر انتهى الآن، هذه هي نهاية الشهر. هم أرادوا أن يكون العمليات العسكرية هي تقتصر على ملاحقة حماس هنا وهناك، والحديث يكون عن إعادة سكان غزة، وربما الحديث عن عملية انتقالية تعود فيها السلطة الفلسطينية وغير ذلك. طبعا نحن أبعد ما نكون عن ذلك الآن، عمليات ما زالت جارية، الشعب الفلسطيني مهجر، مشاكل الحكم ومن الذي سيحل محل حماس غير واضحة. كل هذا يجعل السيد بايدن في موقف صعب، لأنه لا يريد لحرب غزة أن تكون فشلا في الشرق الأوسط خلال حملته الانتخابية. نعم. ويريد نتنياهو أن ينهي هذه الحرب بطريقة ما لكي يعلن النصر وبسرعة. بهذا في هذا السياق أختم معك دكتور العمري. استطلاع لشبكة ABC تتحدث عن معدل تأييد بايدن وصل إلى أدنى مستوى لأي رئيس أمريكي خلال 15 سنة الماضية. هل بايدن برأيك الآن سيخسر الانتخابات حتما بسبب غزة أم لأسباب أخرى ربما داخلية؟ واضح بأن الحقيقة المؤيدين يتراجعون وإدارة بايدن محرجة. طبعا الإحراج لا يبدو من ربما من بعض الزعامات العربية الذين يتواصلون معه، هو الإحراج من نتائج هذه الحرب ومن الخوف على مصيره الانتخابي. يعني من المبكر القول بأن السيد بايدن سيخسر، على العكس أظن بأنه حظوظه قوية جدا، وتوقع الشخصي أنه سيربح سيفوز في هذه الانتخابات. التراجع في استطلاعات الرأي هو بسبب لأسباب داخلية وأسباب خارجية. غزة تلعب دور مهم، وهذه الحرب تلعب دور مهم، وهو أن هناك انقسام في الحزب الديمقراطي، وهناك خشية من أن الصوت العربي، الصوت المسلم، صوت الليبراليين ربما لا يذهب لترامب لكن لبايدن. لكن أظن أنه في النهاية الخوف من ترامب هو الذي سيعيد جمع ولم شمل هذا الحزب الديمقراطي المنقسم اليوم بسبب هذه الحرب المدمرة في غزة. الدكتور نصير العمري الخبير في الشؤون الأمريكية كنت معنا من واشنطن، أشكرك جزيل الشكر. نعود للجمهور، معنا أحمد من إسبانيا. مساء الخير. مساء الخير أخي صالح. يا أهلا بك. يا أخي الكريم، الخلاف أصلهم أن الصهاينة البيت الأبيض كانوا يتوقعون من صهاينة تل أبيب نصرا حاسما سريعا، فأمدهم بالغطاء السياسي الشرعية المزيفة الدولية، ووسد له حاملتي طائرات، وسير له جسرا جويا 230 رحلة بالطائرات محملة بأنواع الأسلحة الفتاكة العصرية، وكل ما طلعت التكنولوجيا، و30 باخرة أو 20 باخرة سلاح، وفتح له المخازن
وفي الأخير خذله نتنياهو، ولكن الله خذلهم، لم يخذلوا بعضهم، وإنما هم كانوا يعولون على السلاح وعلى القوة، ونسوا أن للكون رب، وأن للمظلوم إله، وأن للدماء مزريها. فهذا ما جعلهم الآن كالسراح ينتنون من بعضهم بعضا. وأريد أن أقول كلمة أخيرة لحكام المسلمين، يا أصحاب الجلالة، يا أصحاب الفخامة، يا أصحاب السمو، تذكروا بأن للكون رب، تذكروا بأن للعباد معبود، تذكروا بأنه لن يكون في الكون إلا ما أراد الله، وأن كيد الله أن الله موحي كيد الظالمين. شكرا لك أحمد، أشكرك. سأعود للمزيد من المشاركات عبر الهاتف، ولكن أعطي فرصة أيضا للمداخلات عن طريق الواتساب. مصطفى من أمريكا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب بتقاعسهم لنصرة أهل غزة والمقاومة. هيثم أو غيث الهمالي من ليبيا يقول: الحمد لله الذي جعل من بيننا رجال أصلحوا ما أفسده العملاء والخونة والجبناء، فلولا أبطال غزة والبحر الأحمر ولبنان والعراق لكنا محتقرين، كما يقول غيث الهمالي. محمد من فرنسا يقول: 100 يوم على بدء العدوان، نعم في خسائر بس المكاسب أكثر من الخسائر. قضية فلسطين ظهرت على السطح، والعالم كان العالم كله يتكلم عليها، وظهر أظهرت الجيش الذي لا يقهر خسر هيبته، وظهرت هذه الديمقراطية الزائفة كما يقول. رسالة أيضا لا أكاد أجد اسم صاحب، أحمد العلي، لا أدري إذا كان الاسم دقيق أم لا، يقول: أحمد العلي من السعودية، الله ينصر الشعب الفلسطيني على العدو المحتل الصهيوني. طيب، رسائل كثيرة ولكن أحاول أن أختار بعضها. عبد العظيم من الأردن يقول: الجهاد في سبيل الله ثمرته النصر بإذن الله، وهذا القلق الصهيوني والأمريكي يثبت ضعف العدو الإسرائيلي في الميدان، ونتنياهو حاول توريط أمريكا في معركة لا طائل منها. محمود أبو سالم البلوي من مصر يقول: رب ضارة نافعة، لولا المجازر ودماء الأطفال والنساء والشيوخ والصور والمقاطع التي رآها العالم وأظهر وجه الصهاينة الظالم المحتل لفلسطين، وإن شاء الله يزول الاحتلال وتتحرر فلسطين على يد رجالها الأبطال. عرفات، مساء الخير. مساء النور يا سيد صالح. يا أهلا بك. أهلا وسهلا، تحياتي للمذيع المشاغب أول حاجة. ثانيا، المقاومة الفلسطينية، السادة الذين يتكلمون معك الضيوف ينسون كلمة أبو عبيدة بأنه دمروا 1000 آلية للاحتلال، وأنا أقولها لهم والله من كل قلبي: يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما، ولكن نظرا لسني وكبر سني فالحمد لله الذي وفق لهذه القضية هؤلاء الرجال الأجلاء، وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. السادة المتصلين لا يفهمون معنى 100 يوم من القتال مع أعتى الجيوش العالمية، لن أقول لك أعتى الجيوش الشرق أوسطية أو الإفريقية أو العربية أو إنها أعتى الجيوش، الصواريخ كروز التي تطلق من على آلاف الأمتار أو آلاف الكيلوات ولا تخطئ الهدف في سوى نص متر، صواريخ توماهوك، صواريخ مش عارف جافلين، صواريخ الطائرات المسيرة التي تجوب غزة شمالا وغربا وشرقا وجنوبا آناء الليل وأطراف النهار، بل بالإعجاز الذي حققته المقاومة أكاد أقول لك معلومة بسيطة: أن كل دبابة يتبعها طائرة فوق تتابعها، ومع ذلك ينصر الله هؤلاء القوم بإيمانهم بقضيتهم وبعدالتهم. فتحية فعلا، هذه نقاط مهمة. عرفات، والله يقتصر ألما لهم، نقاط في غاية الأهمية التي ذكرتها الآن. ماذا يعني ذلك؟ يعني هل المقاومة مدربة تدريب جيد ربما يفوق التدريب الذي يتلقاه الجيش الصهيوني؟ لا شك أن السلاح أقل بكثير بالتأكيد كما شرت حضرتك. إذن العنصر الإيماني كان الفارق برأيك في هذه المعركة؟ دائما صاحب القضية هو من ينصر،
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عمر ما كان من ليس له قضية ينصر على مر الزمان. من كان صاحب قضية لابد أنه سيدافع عنها. ولن يعني صحيح قلبي يحزن لمن مات من الفلسطينيين، فهم إخوة أعزاء وأشقاء لنا، لكن لا يعني لا تكون أي حرب بدون ضحايا. هكذا تعلمنا من أيام أحمس والهكسوس إلى يومنا هذا. لا بد من أن ضحايا، أو لن تتحرر هذه البلد إلا بضحايا. والعدو جبان خسيس لا يفرق ما بين المدني أو قوة. ضربة 7 أكتوبر جعلته يهزي وجعلته يلملم جراحه ويتزيل المعارك الحربية، كما قال أحد اللواءات في قنواتكم أو في القنوات المصرية والكلام ده كله، أن هذه الضربة أفقدته توازنه في الحرب، كما حدثت في 6 أكتوبر 73 في قيادة الجيش المصري. حماهم الله جميعا وحي الله المقاومة للمرة المليون والألف، وليتني كنت معهم. شكرا لك عرفات، أشكرك عرفات من مصر. أبو القعقاع نختم معك، تفضل في أقل من دقيقة أبو القعقاع لو سمحت. صالح عندي تحليل وعندي مناشدة. تفضل. أما تحليلي طال عمرك فأمريكا ما هي مثل قبل 7 أكتوبر. أنهتها طال عمرك حرب غزة، أنهت الحكومة الأمريكية. كل اعتبارها في الشرق الأوسط وعند العالم. يعني الرئيس الأمريكي، بالله جاوبني على هذه النقطة مهمة، الرئيس الأمريكي الآن أكان بايدن أو اللي جاي بعده لن يهروي لزعماء الخليج لاستقباله والترحيب به مستقبلا؟ صار ما عنده قيمة الآن نهائي. استاذ صالح، أمريكا قبل فترة طويلة متعهدت مع الدول العربية، من هو في صف إسرائيل يبقى حاكم، واللي ما هو في صف إسرائيل ينزع من منصبه. جميل. شو ما نزعه من منصبه. أما المناشدة فناشدة المقاومة في فلسطين، لما شافوا الدول العربية الحكام العرب الحكام مش الشعوب، الشعوب ضعوف، بتهافتون على المقاومة وساطة مع إسرائيل لا تسقط. الدول العربية كلهم حتى اللي بهم قطع مع إسرائيل، والله العظيم ما يخلونها الدعم العربية تسقط إسرائيل. شكرا لك. يوقفون ضد حماس. أشكرك أبو القعقاع، واعذرني طبعا أدركنا الوقت. أشكرك، أشكر شيماء القرني، أشكر موسى نصر من الأردن عن طريق الواتساب، لا وقت لدي الحقيقة لعرض المزيد من المشاركات. نوردين من فرنسا شكرا لك، عبد المجيد من المغرب، عبد العالي من المغرب، يمينة من الجزائر، أبو أيوب من الجزائر، عبد المؤمن وخالد داود الجعفري من اليمن وآخرين. أشكركم جميعا فردا فردا، ولكن اسمحوا لي للأسف هذا ما سمح به الوقت، نختم كالعادة بفقرتنا الأخيرة مراسلو الرأي الحر. نبدأ بعبد الله من اليمن، يقول معبر رفح خاص بالمصريين والفلسطينيين، وهذا ما صرح به الصهاينة في لاهاي، لكن لا نعلم لماذا يتم إغلاقه حتى اللحظة وعدم إدخال المساعدات اللازمة لأهل غزة بالسرعة القصوى. يقول عبد الله. محمد من السعودية، القضية الفلسطينية يجب أن تحل من الدول العربية بقرار ذاتي وتحت سيادة حقيقية تساعد أهلنا بالأراضي المحتلة على جميع المستويات والأصعدة. رشيد من ألمانيا أرسل إلينا بفيديو، يعني طبعا هو يعيش في ألمانيا، يوثق خروج المئات من المتظاهرين في كل أسبوع يوم السبت تضامنا مع قطاع غزة. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو موجه لقناة الحوار برنامج الرأي الحر. أنا رشيد جزائري الأصل. نحن نشارك في كل يوم سبت في مظاهرات ضد العدوان الصهيوني ضد إخواننا في غزة. وإليكم هذه المباراة. شكرا لك رشيد. إذن مظاهرة في ألمانيا كما يقول رشيد، وتخرج كل أسبوع تضامنا مع قطاع غزة. وأشكرك أيضا على التقديم للرأي الحر
وإهداء مباشر، وهذا ما نريده من جمهورنا الحقيقة حتى تكون الفيديوهات موثقة وخاصة بهذه الفقرة وبهذا البرنامج. عبد العالي من المغرب أيضا أرسل إلينا بفيديو مظاهرات في منطقة القنيطرة للتضامن مع أهل غزة ورفضا للتطبيع، نتابع. موقوفنا جميعا في هذه الوقفة، وهذا أدنى ما يمكن أن نقدمه لإخواننا وأخواتنا وأهلنا وشعبنا في فلسطين وشعبنا في غزة وشعبنا في غزة العزة. فهؤلاء اختارهم الله سبحانه وتعالى، اختارهم الله في هذا الزمان، وربونا، ربوا الشعوب، ربوا العالم كله بمواقفهم وصبرهم وثباتهم. كلهم تجدهم يقولون يا ربنا خذ من أموالنا، يا ربنا خذ من أبنائنا، يا ربنا خذ من بناتنا، يا ربنا خذ من دورنا حتى تر. أشكرك عبد العالي، ونختم بفيديو أيضا أرسل به عبد الحق من المغرب، مشاهد لوقفة احتجاجية ضد الكيان الصهيوني تضامنا مع غزة عقب صلاة الجمعة في مدينة وجدة المغربية، نتابع. بإمكانكم جميعا طبعا الاستفادة من هذه الفقرة وإرسال فيديوهات تسجلونها بهواتفكم، لا يزيد الفيديو عن دقيقة واحدة لو تكرمتم، وترسلون به إلى هذا الرقم اللي أمامكم الآن على الشاشة، رقم واتساب لا يكلفكم شيء، 0447-777-6089. لقاؤنا بحول الله يتجدد يوم غد وفي نفس الموعد، أستودعكم.